لكن خلونا نروح لاستاذنا طبعا نقد رياضي استاذ محمد المهدي، منورنا كالعاده. اهلا بك يا استاذ سلام، واهلا بكل الساده المشاهدين الكرام. يعني البطوله دي احنا لسه بنتعود عليها يعني بنشوفها كده مره بعد مره. تقييمك ايضا لفكره السوبر في دوله الامارات ومشاركه الاربع فرق المره دي فيها، ايه اللي بيتطور مره عن مره او ايه اللي هنشوفه جديد عن البطوله السابقه مثلا في وجهه يعني نظرك؟ خليني اقول لحضرتك يا استاذ سلام انه العالم كله شغال كده، احنا بنشوف حتى السوبر الاسباني بيتلعب اربع فرق في السعوديه. فبالتالي كاس العالم للانديه ذات نفسه كان بيتكلم في سبع فرق، دلوقتي بقى 32 فريق. كاس العالم بقى يعني كان 32 بقى 48. كل البطولات يتم استحداثها سواء البطولات الرسمية من الفيفا أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الآسيوي، وبالتالي إن البطولات المحلية أيضا لابد من استحداثها، لأنه ده بيبقى فيه عائد مادي أكبر للأندية، بيبقى فيه يعني قوة أكتر للأندية. بدل ما كنت هتلعب ماتش واحد بس السوبر بيتلعب على مدار الفترات الماضية، أنت دلوقتي بقيت بتلعب أربع ماتشات، الفريقين مع بعض، أول ماتش والفريقين التانيين، واللي بيكسب بيلعب اللي بيكسب على النهائي او الميداليه الذهبيه، واللي بيخسروا بيلعبوا على الثلاث والرابع. فبالتالي ده تطور في استحداث البطوله، زياده للجوائز الماليه للبطوله نفسها، وزياده ذات نفسها انت بتتكلم في ماتش واحد عدد جمهور معين، بالتالي دلوقتي اربع ماتشات فعدد جمهور معين اكثر بيخش الماتشات، تذاكر اكثر بتتباع. فالعالم كله شغال دلوقتي انه يقدر من كره القدم يعني يطلع اقصى استفاده ماديه باستحداث البطولات وبقى زياده عدد مباريات البطوله. طبعا يعني اعتقد انه كل الناس بتهتم بالسوبر المصري، لانه كان طول الوقت الاهلي والزمالك هم طرفين السوبر، الا يعني بعض البطولات اللي يعني غاب عنها الاهلي او غاب عنها الزمالك. السنه اللي فاتت ما خدتش ضجه كبيره لانه نظرا لانه نادي الزمالك ما شاركش البطوله، كانت بتتكلم في الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز ومدر فيوتشر وسيراميكا، فبالتالي ان الامور ما خدتش الضجه اللي تواخدها المره دي، لانه المره دي الفرق يعني اقوى، الزمالك انضم لكن المره دي الوضع مختلف وفرق كمان اقوى، يعني كلنا اعتقد هنشوف مباريات قويه كلها، ولا راي حضرتك ايه؟ طبعا اولا سيراميكا ليه اكثر من سنه بيشارك في البطوله، هو بطل الكسر الرابطه. بيراميدز هو وصيف الدوري ووصيف الكاس وبطل الكاس بيشارك في البطوله، الاهلي بطل الدوري، الزمالك بيشارك البطوله دي بالكارت الذهبي، وهو يعني حاجه مستحدثه انه ثلاث فرق بتشارك في البطوله، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه، الثلاث بطولات اللي بتلعبوا في المسابقات المحليه، والفرق الرابع بيبقى كارت ذهبي يتم الاتفاق به بين الشركه الراعيه ومجلس ابو ظبي. فبالتالي انه يعني اربع فرق يعتبروا من اقوى الاربع فرق في الدوري المصري، ماتشات قويه جدا، البدايه يوم لحد زي ما حضرتك ذكرت الساعه 4 و5 دقائق على استاد النهيان بين الزمالك وبيراميدز. نادي الزمالك طلب ان هو يعدل موعد المباراه بدل 4:05 نظرا طبعا لدرجه الحراره، ان يأخر ساعه يبقى 5:05، واعتقد ان اتحاد الكره قال انه ما فيش مشكله وان مجلس ابو ظبي ما عندوش مشكله انه يأخر المباراه لمده ساعه. المباراه الثانيه على استاد محمد بن زايد بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، فبالتالي ماتشين اقوياء جدا. سيراميكا عامل معسكر في الامارات من فتره، الزمالك سافر النهارده الصبح ووصل وخاض تدريبه النهارده على ملعب محمد بن زايد. النادي الاهلي يعني بات يعني بين لحظات على الوصول لابو ظبي، اعتقد ان هو مش هيلحق يتدرب النهارده، يبدا تدريباته من الغد. بيراميدز في المطار دلوقتي يعني خلال ساعه هيتوجه الى ابو ظبي، فبالتالي ان الاربع فرق هيبقوا موجودين النهارده في ابو ظبي، وبكره التدريبات للفرق، ويوم السبت عندكم المؤتمرات الصحفيه للاجهزه الفنيه وكباتن الفرق، ويوم لحد المباراتين زي ما ذكرنا. يوم الخميس القادم ان شاء الله المباراه النهائيه الساعه 8 على ملعب محمد بن زايد، والساعه 4 مباراه المركز الثالث والرابع. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد المهدي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.